خالتي سعاد أم الشهيد غسان شنيتي من تالا. خالتي سعاد تو أنتم أنا المحكمة العسكرية طالبتكم باش تقدموا مطالبكم المادية باش تقدموا تطلبوا تعويضات، شنو كلمتكم ليهم؟ يا أم الشهيد غسان شنيتي، أنا المحكمة اللي قاعدة تدور في التعويضات هذه، أنا راه ولدي ما يعاود، مش الدولة كامل، مش الدولة بعيني ما يعاودش ليا ولدي، أنا التعويضات هذه راني رددت، أنا اللي طالبات وطالبة المحكمة تخرج لي حق ولدي اللي قلت، ما طالبة التعويضات هذه اللي قاعدين هم يدوروا فيها في المحكمة وقاعدين يأخروا فيها، باش معناتها أنا يعني نعطوا الفلوس التعويضات هذه ما عادوا يعاودوها. راه مش يعاودوا تعويضات، راه تعاودوا نعاودوا الثورة، تتعاود الثورة، أنا دم ولدي ما يعاودوش، مش مال الدنيا، مش فر من فوق ما نفرغت فيه، اللي حرق لي قلبي كبدة حروقة، وهما قاعدين يعاودوا يحكوا كان بالفلوس، إذا كان أم تبيع ولدها بالفلوس، والله ما والله ما نسيتش تو نشروا صغار ونبيعوهم ولو نتاجروا بها ولو نتاجروا، أنا كلمة التعويضات هذه يلزمهم يلغوها، خاطر قاعدين يهينوا فينا، يهينوا فينا إذا كان أم تعاود ولدها بالفلوس، والله والله ما نسيتش، ينجموا هما يعطوا أولادهم يعوضوهم بالفلوس، كيف إذا كان هي الدولة تحب الفلوس هي تبيعوا أنتم أولادكم، أنا هناك أم ولدي ما يعاودوا حد شيء، مع إن هي التعويضات هذه يلغوها، يلغوها وما عادوش. ما عادوش يحسونا بها اصلا، ما عادوش يحسونا بها، راهي الكبده تمر تتشد اصلا، اللي حسوا فينا بالتعويضات يهينوا فينا، يهينوا فينا بالفلوس، اخوي اعطيني حق ولدي فيها، اعطيني حق ولدي، كبرت ورديته راجل ويجي واحد، يجي واحد يكرتش عليه قدامي، كذبوا كره انتم متعدي خير، خير من شهر لا بسلاح وقتلوا بالسلاح، قتلوا بكرتوش، حتى هما على بيه مستفاهلين على هذه الحكاية، معناتها مستصغرينها، كيفاش حكاية؟ لا راي مشي صغير، راي كبير، راي كرتوشة تبقى مدة الحياة، كم شاف الدم في كلام يتفجع، كم شاف سلاح حتى بتاع لعبة يتفجع، يذكروا ديما يذكروا في ولده كيفاش، هانو وزادوا لهانة كبيرة، شادين لنا التعويضات، التعويضات هذه يلزمها تتلغى من الدولة. تتغام الدولة إذا زالوا يعاودوها راهي تتعاود ثورة أكثر من ثورة، وإذا كان مش تتعاود هاي مش تتعاود على رؤوسهم هم،